خبر أخذ صدى كثير في العالم العربي، تركي آل الشيخ بيشتري نادي ألميريا. سبب رئيسي من هذه الضجة الوظيفة اللي اشتغل فيها قبل ذلك والمنصب اللي شغله اللي هو رئيس هيئة عام للرياضة والحراك اللي خلقه في الدوري السعودي، ثم توجهه إلى بيراميدز وما صاحبه من كل ضجة سواء إيجابية أو سلبية حول هذا الشراء. الآن في ألميريا الصحف الإسبانية ماركة تحديدا بتكرر وصف ثورة في ألميريا، لأنها تتوقع هي شخصيا إنها تحكي إنه حيعمل اللي انعمل في بيراميدز، معظم اللاعبين برا لاعبين جداد يجوا. هون خلينا نوضح ثلاث أشياء مهمة وفروق مهمة. في أوروبا الخطوة مكلفة، يعني الخطوات مش بس مجرد رواتب، في خطوات حتكون مكلفة جدا ماليا، شراء لاعب حيكون مكلف، التعامل مع اللاعبين وإقناعهم بهاي الفترة تحديدا في شهر 8 حيكون صعب، حيكون مكلف. فبالتالي أول خطوة لازم نتوقعها إنه ألميريا ما راح يدخل بمشروع ثوري من أول يوم، هذه الخطوة الأولى. الشيء الثاني واللي فهمته شخصيا إنه المشروع مش جاي يخلص بسنة، مش على طريقة بيراميدز من أول سنة بدي أدخل أنافس، لا طبعا. وطبعا نعرف إنه صعب جدا تنافس في ريال مدريد وبرشلونة، وأعتقد يعني نتكلم عن مشروع ممكن بده 20 سنة لنوصل لحد إنه ممكن ألميريا ينافس، لأنه مسألة مش بهاي السهولة. نتكلم عن ناديين من أعظم أندية كرة القدم في الدوري الإسباني، والآن نتكلم عن نادي في الدرجة الثانية. الفريق الموسم الماضي كان بده 8-9 نقاط يتأهل على الدرجة الأولى أو يلعب البلاي أوف، بلس إنه عنا إحنا فريق قيمته السوقية 12 مليون يورو وعنده ملعب فيه 15 ألف متفرج، يعني 20 مليون يورو اللي اندفعوا فيه منطقيات من هذه الناحية، قيمة اللاعبين مع وضعه بالدوري درجة ثانية مع ملعب تمام مقبول هذا السعر 100%. الآن شو المتوقع؟ المتوقع في المرحلة الأولى يحاولوا يقلصوا فارق 8 أو 9 نقاط عشان يدخلوا البلاي أوف، والمتوقع والمنطقي تكون الموسم الأول موسم زي ما يسموه جس نب، خلينا نشوف شو الوضع، نجيب لاعب لاعبين ثلاثة نحسن الفريق، بعد ما نحسن الفريق نشوف وين ممكن نوصل، يعني ممكن يطلع الفارق لا ولا ناقصنا لسه كذا، غيروا مدرب، جابوا مدرب قدم موسم مذهل في الدوري السعودي بدر مانويل، ونشوف شو ممكن يعمل الآن في الدوري الدرجة الثانية. هذه الخطوة الأولى المتوقعة بالسنة الأولى. يعني إذا الفريق طلع على الدرجة الممتازة في هون نقطة مهمة جدا، المفهوم والمتوقع من هذا المشروع انه يكون تكميل لمشروع ما كمل، مشروع الابتعاث تاع اللاعبين السعوديين للدوري الاسباني اللي واجه مشاكل انه الاندية اخذت لاعبين لكن فعلا ما حطتهم على ارض الملعب رغم انه بعضهم كان يستحق بعض الدقائق اللعب. الان هذا المشروع المفروض يحقق هذا الشيء، وضع مدرب من الدوري السعودي شاف اللاعبين السعوديين بيشجع هذه النظرية، ممكن تستمر هذه الفلسفة، يعني ممكن لما يطلع بدرو يجي واحد ثاني أيضا مر من الدوري السعودي فعارف اللاعبين فبالنسبة له مش مبهمين، واجههم لعب ضدهم بيعرف شو بيلعبوا، فهذه ممكن تضلها فلسفة. فبصير احنا بنتكلم عن أول خطوة جسر ابتعاث النادي السعودي باتفاقيات معينة مع المالك، وبالتالي بيطلع اللاعب على الدوري السعودي وعلى الإسباني ممكن بدون حتى بيع وشراء، ممكن تكون عقد إعارة بسيط واضح، اللاعب ياخذ راتبه وبيلعب في إسبانيا. هذا خطوة أولى. شيء ثاني للأندية العربية، وجود مدير عام للنادي هو وكيل أعمال مصري معناها عينه على الدوري المصري، معناها عنده علم بأفريقيا، وهذا اللي أنا تأكدت منه من مصادر مقربة كثير إنه المشروع هدفه الأساسي انه يكون مخزن مواهب، انه يحاول يقلد مشروع اشبيليا تقريبا، يعني مشروع يجيب مواهب شابه يدربها ويطلعها. واذا رحقنا ومن نفكر اكثر بدنا نتكلم الان انه ممكن يكون الاستثمارات الاولى في الاكاديميات. النادي مش مطالب الان يفكر بقانون اللعب مالي نظيف او غيره، لانه بنتكلم عن موسم اول من الاستثمار دخله جدا متدني، وبالتالي هيك هيك لو حاول يتحرك حيخالف هذا بالنسبه لقانون اللعب المالي النظيف. بنلخص كلامنا عن المشروع بثلاث اشياء، السنة الأولى متوقع تكون جس نبض، بعدين هيبدأ المشروع المفروض يتقسم لثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات، هذا يعني هذا المتوقع أنه يصير كمشروع استثماري طويل الأمد، وممكن بعد 10 سنوات لو بنته صح ترجع تبيعه اللي اشتريته ب 20 مليون ب 100 و 150 وحتى 200 مليون يورو، بما أنه بدوري قوي، دوري مصنف على حسب الاتحاد الأوروبي الأول على العالم. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، المشروع هيشتغل فعلا يجيب لاعبين من السعودية ومن اللاعبين العرب، مش عارف هذا الصيف ولا الشتاء ولا الصيف اللي بعده، لازم نستنى ونشوف متى. الشيء الثالث، المشروع مش بيراميدز، يعني مش بدي اجيب احسن اللاعبين انافس، ما بتقدر تجيب احسن اللاعبين، ما حدا بيقدر يجيب احسن اللاعبين في اوروبا بيوم وليلة، وبالتالي مع ارتفاع الاسعار تحديدا. الخطوة الثالثة حيكون مشروع تجميع مواهب، صيد مواهب ثم يتطوروا، هذا هو ألميريا الجديد، هو مش بيراميدز ابدا. نوصل هنا لنهاية الحلقة، بذكركم تشتركوا معي محمد عواد على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.